النور الفضائية سأقدم لكم برنامجكم المفضل ضيف من على الهواء. مع المذيع المميز عمر الجمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، في برنامجكم المفضل ضيف على الهواء. نرحب بشاعرنا المبدع والمميز وأستاذ العلوم السياسية الشاعر. أنا الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي من قرية دير غسانة في الجليل قرب رام الله. الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. ولدت عام 1977 في القاهرة، وحصلت على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة بوسطن عام 2004. حبذا لو نعرف الجمهور عن نشأة شاعرنا ولمحة سريعة عن أسرته الكريمة. نشأت والحمد لله بأسرة تهتم بالأدب العربي، فوالدي رحمه الله الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدتي الكاتبة الروائية المعروفة رضوى عاشور. ما شاء الله تبارك الله، لهذا السبب لك ميول للشعر والكتابة؟ طبعا لا أنكر أن لوالدي سبب في توجيهي، ولكن هذه الموهبة موجودة عندي منذ صغري. وأول قصيدة كتبتها كنت في السادسة من عمري. ما شاء الله، موهوب منذ صغرك. هل حصلت جوائز خلال مسيرتك الشعرية؟ نعم، ففي عام 96 و 97 حصلت على جائزة الموسيقى، وفي عام 98 حصلت على جائزة الشعر، وفي نفس العام فزت بالميدالية الذهبية في الشعر، وفي عام 2000 حصلت على جائزة الشعر في مراكش في المغرب. رائع جدا. هل لك أن تسمعنا شيئا من شعرك؟ نعم، سأسمعكم بيتين من قصيدة في القدس. مررنا على دار الحبيب فردنا عن دار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي هل هي نعمة، فماذا نرى في القدس حين نزورها. صحيح فلسطين، لكن أشعارك جلها تدور على قوميتك وانتمائك لفلسطين والجليل. نعم، فمن قال بيتي في الجليل ولم يزد فقد قال شعرا وهو ليس بشاعري. حتى أن معظم الشباب قد حفظوا قصيدة القدس لجمالها وقوتها. نعم، حتى أن قصيدة في القدس أصبحت نغمات رنين الهواتف في العالم العربي، وقصيدة الجليل يتنافس الأطفال في حفظها. حتى أن طلاب مدرسة النور في إسطنبول قد حفظوا هذه القصيدة الرائعة وجاء اليوم ليقدموها لك. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مدرستنا الحبيبة مدرسة النور الدولية، ونتمنى أن تزورنا دائما إن شاء الله. هل حفظتم قصيدة الجليل؟ إذا ما رأيك أن نشاركهم؟ نعم تفضل. سلام على زين القرى الحواضي، ومن هاجر منها ومن لم يهاجر. يمر بنا اسم المرج مرج بن عامر، فنطرب لاسم المرج مرج بن عامر، ونحسبه أرضا بعيدا منالها تضيق بها ذرعا جمال المسافر. ولو طفلة من عندنا مس شعرها نسيم لمس المرض ظل الطهائر. ونسمع عن بعد فطوبى لسامع على البعد محروم وليس بناظر. وننظر عن بعد فطوبى لناظر على بعد محروم وليس بزائر. إذا حاصرت جسم الجليل غزاته
فإن اسمه قد رد كيد المحاصر. فمن قال بيتي في الجليل ولم يزد فقد قال شعرا وهو ليس بشاعري. سلام على زين القرى والحواضر، ومن هاجروا منها ومن لم يهاجر. يول بنا اسم المرج مرج ابن عامر، فنطرب لاسم المرج مرج ابن عامر. ونحسبه أرضا بعيدا منالها، تضيق بها ذرعا جمال المسافر. ولو طفلة من عندنا مس شعرها، نسيم لمس المرج ظل الظفائر. ونسمع عن بعد فطوب لسامع على البعد محروم وليس بناظر. وننظر عن بعد فطوب لناظر على البعد محروم وليس بزائر. إذا حصرت جسم الجليل غزاته، فإن اسمه قد رد كيد المحاصر. فمن قال بيتي في الجليل ولم يزد فقد قال شعرا وهو ليس بشاعر. لكم على استماعكم، وانتظركم في حلقة جديدة مع ضيف جديد.